في شركة من الشركات القوية جدا ولديها استثمارات في مصر، مش هنبعد يعني عن قطاع الاستثمار، انما حضراتكم عارفين انه الشركات الكبيرة وحتى يعني مش بس المتعددة الجنسيات والشركات المصرية كلهم بقوا مهتمين جدا بما يعرف بالمسؤولية المجتمعية للشركات في إطار بقى أنشطة ومبادرات بتخدم المجتمع بشكل أو بآخر. منهم شركة مونديليز انترناشنال. هذه الشركة أطلقت حملة بعنوان ونسهم بالحلم اللي جواك، غرضها رسم بسمة. وهنا اختصوا في هذه المبادرة الحقيقة قطاع أنا شايف وبحييهم على إن هم اختاروا هذا القطاع، العاملين في حراسة المنشآت العامة والخاصة خصوصا ليلا. دي ناس محتاجة المبادرة دي، محتاجة إن أنت ترسم بسمة على وشهم. طب ليه الحراسات الليلية مش الصباحية؟ يقول الصباحية موجودين وفي ناس رايحة جاية ففي حياة، إنما الحراسة الليلية دي أنت قاعد لوحدك في الطل في الليل، فيعني محتاج تدخل شوية بهجة على قلبهم. فالفكرة عظيمة، والشركة قالت إنه الهدف هي رفع روحهم المعنوية وخصوصا في ساعات الليل الطويلة اللي بيقضوها في الشفتات بتاعتهم من غير ونس، حتى ولو حد حطت الراديو جنبه ولا ماسك التليفون بيبص فيه ولا أيا كان، بس في الآخر قاعد شبه لوحده. طيب شركة مونديليز انترناشونال واللي هي منتجات كتير جدا في السوق المصري، منها شوكولاتة كادبري، منها لبان كلوريتس وترايدنت، منهم هولز، منهم أوريو، ومجموعة أخرى من المنتجات. خلونا نعرف تفاصيل أكتر حول هذه المبادرة من الأستاذ باسم عبد الغني، رئيس قطاع التسويق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان بشركة مونديليز انترناشونال. أستاذ باسم مساء الخير، برحب بيك معانا. مساء الخير يا استاذ رامي، واهلا وسهلا بحضرتك والساده المشاهدين. يا ريت تقول لنا تفاصيل الحمله، وبدايه بحييكم على ان انتوا مركزين في الحمله دي على الحراسات الليليه. الحقيقه اشكرك شكرا جزيلا، وعاوز الحقيقه قبل ما اتكلم عن الحمله عاوز بس اتكلم شويه على الشوكولاته عشان الناس عماله تتساءل هو ايه داخل كادبري بخلاص الليل. الحقيقه الشوكولاته بالنسبه لنا هي لغه عالميه، يعني ال 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 ما فيش حد ما بيحبش الشوكولاته، صح؟ يعني هي جزء من الاحتفالات وجزء من العائلات. الشوكولاته دايما احنا حتى في الشركه دايما بنقول فيها حاجه حلوه. وبالاخص كادبري، لما نيجي نبص على كادبري عبر السنين، يعني احنا بنتميز ان احنا في كل 200 جرام من الشوكولاته اللي بنقدمها بنحط ما يعادل كوبايه ونص من اللبن او الحليب في كل 200 جرام. وده الحقيقه اللي بيميزنا وبيخلي فيه حلاوه للشوكولاته. وابتدينا حمله من سنتين سميناها الحلو اللي جوه الشوكولاته يعني. وعلى نفس النهج ده الحمله دي ابتديناها، وبنطمح ان احنا نساعد المستهلك هو كمان ان هو يطلع الحلو اللي جواه، الخير اللي جواه كمان، لان احنا نؤمن ان البشريه كلها فيها حلو جواها زي ما الشوكولاته فيها حلو. طب الناس ازاي ممكن تشارك معاكم في المبادره دي؟ والله هي المبادره مركزه بشكل كبير جدا على حراس الليل زي ما حضرتك تشرفت وقلت، واحنا اخترناهم لان الناس دي للاسف الشديد الفئه هي بتركز زي ما حضرتك قلت في الشيفت لوحدهم من غير ونس من غير تقدير. واحنا كشركه بنحاول نبص وبندور على الفئه اللي ممكن ما تكونش متشافه بالقدر الكافي. كويس. احنا مركزين عليهم ببساطه، عملنا ويب سايت، عملنا موقع وحطيناهم على الخريطه ببساطه شديده جدا عشان الناس كلهم يشوفوهم ويقدروا يقدروهم ويقدروا يونسوهم بشكل او باخر. جمعنا بيانات للحراس دول، قعدنا معاهم فهمناهم، فهمنا احتياجاتهم ايه، عاوزين نحسسهم بالونس والتقدير ازاي، وعملنا الويب سايت دي. هتقدموا لهم ايه بقى؟ والله احنا مركزين بشكل كبير، احنا بنطلب من الناس ان هم يخشوا على الويب سايت يحاولوا ان هم يقدموا لهم رسائل تحسسهم بالونس والتقدير، انه قصادنا احنا او شركه كادبري هتبعت للحراس دول ميجا بايتس هديه عشان نحاول نونسهم برضه طوال الشيفت بتاعهم الليل. ميجا بايتس انترنت يعني؟ انترنت. بالاضافه لي الرسائل اللي بتيجي من الناس اللي حواليه. يعني كل واحد هيخش على الموقع ويكتب رساله في مقابله كادبري هتطلع المقابل لحراس الليل؟ هتطلع الميجا بايت الفري. انا هدخل ال 100 مليون على الموقع، خلي بالك. يا سلام يخشوا. اهلا، هندفعكم كتير، هنغرمكم. لا يعني ده شرف لينا ونونس اهالينا اللي موجودين. لا فكره جميله حقيقي، وبحيي حضراتكم عليها، ويا رب يعني ملايين يخشوا على الموقع. عشان طب اللي عنده عايز يقول لحضراتكم ان في حارس ليل موجود في المنطقه الفلانيه. احنا
احنا لما حضرتك بتخش على الموقع، احنا في حاجتين حضرتك بتعملهم، يا اما بتخش وبتختار الموقع بتاع حضرتك وبيظهر لحضرتك الحراس اللي القريبين منك كويس، بتقدم لهم الرساله، وبرضه في نفس الوقت احنا مدين فرصه للناس ان هم يخشوا على الويب سايت ويحطوا بيانات لحراس الليل، ان احنا ممكن ما نكونش قدرنا نتواصل معاهم، بحيث ان احنا نحاول نعمم الفكره الجميله دي على مستوى الجمهوريه كلها. هو ده على مستوى الجمهوريه كلها لسه كنت هسال. احنا يوم ورا يوم عمالين نزود الريتش بتاعنا للكل. جميل. كل التوفيق لحضراتكم في هذه المبادره، وان شاء الله ملايين يخشوا على الموقع، يا اما يسجلوا او يحطوا رسائل، فانتوا تطلعوا كتير بقى ميجا بايتس ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا استاذ باسم عبد الغني، رئيس قطاع التسويق للشرق الاوسط وشمال افريقيا وباكستان بشركه مونديليز انترناشونال. حضرتك ممكن تسال، طب يعني هيطلعوا ميجا بايتس لحراس الليل؟ اه، هو مش عايز يصرف كتير على الداتا بتاعته عشان ما تخلصش، ومش عايز يصرف عليها فلوس، فلما يبقى عنده ميجا بايتس زياده جايله هديه عشان يقدر يلاقي ونس في التليفون ولا الانترنت اللي بيستخدمه، ده الشيء هيبقى يعني ان شاء الله ممتع جدا بالنسبه لهم. فهلموا، خشوا على موقع كادبري على طول، ابعتوا رسائل كتير.